في بعض الحاجات جوه يعني مثلا اوزوريو امبارح كان متعصب في المؤتمر الصحفي بعد ماتش فاركو، طبعا كان كسبان 2-0 وبعدين اتعادل 2-2، فطبعا الراجل متضايق وطالع من ضغط في ماتش الاهلي، وكان في انتقادات شديده جدا على التشكيل اللي هو لعب بيه. فامبارح يعني انا حتى معايا المؤتمر الصحفي، لو زملائي في الاخراج يجيبوا لنا المؤتمر الصحفي بتاع اوزوريو كده، اللي احنا امبارح طلعنا البرنامج وكان المؤتمر شغال، كان ماتش الزمالك لسه ما خلصش مع فاركو، ممكن نسمع كده اللقطات وبعدين نعلق عليه يا جماعه. عاوزين primero اولا a partir de mañana من اول بكره ان شاء الله tenemos 5 días libres عندنا 5 ايام اجازه lunes martes miércoles jueves viernes من الاثنين للجمعه y volvemos el sábado ونرجع نتمرن يوم السبت ان شاء الله por favor بعد اذنكم no me llamen a mi teléfono حدش يكلمه والنبي الله يخليكم que ninguno de ustedes ni es mi amigo ولا واحد فيكم صاحبه ni tiene el derecho moral a llamarme ويعني مش من الطبيعي ان حد يقعد يكلمه على نمرته الشخصيه ويقعد يبعت له حاجات يعني زي ما بيحصل todo lo que quieran saber del club اي حاجه عايزين تعرفوها hoy ده الوقت اللي انتوا تعرفوه فيه مش في التليفون está claro تمام sí correcto entonces hoy النهارده completamos 13 partidos. بقى لنا النهارده الماتش رقم 13 من ساعة ما هو جه. 9 victorias. 9 مكاسب. 2 derrotas. 2 empates. خسارتين وتعادلين. Eso es lo que es en el puntaje. ده الريكورد بتاعه او ده النتائج يعني من ساعة ما جه. Somos terceros en la liga. احنا تالت الدوري. Todo lo que voy a responder. اللي هيرد عليه كله. Es en base a eso. هيبقى على كده على اللي هو لسه قايله ده. Por ejemplo, مثلا creo que tenemos el mejor cuerpo técnico entre los tres equipos porque somos terceros. هو شايف ان الجهاز الفني اللي معاه والجهاز المعاون اللي معاه من احسن الاجهزه اللي موجوده في الدوري كله. Cuando hable en primera persona لما بيتكلم وبيقول انا es porque asumo mi responsabilidad y mis opiniones. ده بيكون عشان بيقول رايه Pero tengo muy en cuenta el cuerpo técnico. بس طبعا لما بيقول انا ومش قصده انا بس ده يعني مع قصده الجهاز الفني كله بيتكلم باسم الجهاز الفني كله يعني. Esta es una rueda de prensa. المؤتمر بتاع النهارده. Dirigida a nuestros hinchas, a nuestra gente. يعني عايز يوجه الكلام للناس الزملكاويه الناس جماهير الزمالك يعني. Y a ustedes. وليكم انتوا طبعا. Primero. اولا. Llevo 3 meses en Egipto. بقاله 3 شهور. 90 días. 90 يوم بالظبط في مصر. Y he aprendido mucho de su cultura. اتعلم كتير جدا من عاداتنا وتقاليدنا ودياناتنا والكوره عندنا. Estoy muy agradecido con todos los jugadores. هو مبسوط من اللعيبه. Con los que nos han aportado en el juego y o en el marcador. سواء اللي سجلوا اللي لعبوا يعني بصفة عامة مش بس الناس اللي سجلت هو مبسوط يعني راضي عن اللعيبة بصفة عامة Por ejemplo, مثلا hay jugadores que son influyentes en el juego. في لعيبة كده كده بيبقوا مؤثرين أكتر من لعيبة تانية في الماتش Como Rua. زي في رأيي روا مثلا Como Dunga. زي دونجا برضو Y para ustedes no es importante. لكن انتوا بالنسبة لكم انتوا أكيد لا التركيز ما بيبقاش في غير في الناس اللي بتهاجم ده اللي قصدوا عليه يعني. Para ustedes es importante Chicabala. طبعا بالنسبه لي دي كانت يعني جزء من تصريحات اوزوريو. انا هقول لكم بسرعه كده الراجل قال ايه. قال انا مش عايز اي اتصالات من الاعلاميين خلال فتره الراحه، ان الزمالك هياخد 5 ايام راحه خلال الفتره القادمه. قال اتواجد في مصر من 90 يوم منذ 90 يوم وتعلمت الكثير من العادات والتقاليد وسعيد باللاعبين وراضي عنهم بصفه عامه. قال في لعيبه مؤثرين زي دونجا بس الجماهير ما بتحبهمش زي لعيبه ثانيه زي زيزو وشيكابالا، بس قال ان وجودهم في الملعب مهم جدا ومقتنع بنبيل عماد دونجا بشكل كبير جدا. قال اكتر مركزين مهمين في طريقه اللعب اللي بيعتمد عليهم هو حارس المرمى ومركز المساك. وقال كمان ان المسؤولين طلبوني ان انا اجيب 5 مساعدين اجانب لكن انا جبت مساعد واحد ومعايا الباقي من مصريين. بيقول كمان انا المسؤول يعني اوزوريو هو المسؤول عن مباراه الزمالك والاهلي واخر
30 سنة لا توجد مقارنة بين الكرة المصرية والكرة في العالم. المباريات الكبيرة مثل أتلتيكو مدريد وبرشلونة، ريال مدريد وبايرن ميونخ، مثل هذه المباريات. بيقول لم أطلب ضم 8 لاعبين للفريق، طلبت ضم 3 لعيبة بس، مساك بيلعب برجله الشمال ومهاجم رقم 9 مثل إبراهيموفيتش. وبيقول إن سيف الجزيري وناصر منسي يعني بيقوموا بدور مهم، ولكن أنا عايز مهاجم يقدر يقف على الكورة. أنا دي مش عجباني. ناصر منسي على فكرة لعيب جامد جدا، وكان معايا في نادي البنك الأهلي ومن أحسن المهاجمين في مصر، والزمالك مشتريه برقم كبير جدا. فمش عارف، أنا مستغرب من كلام أوزوريو يعني. وسيف الجزيري بيأدي يعني بأفضل شكل خلال الفترة الحالية. الزمالك عنده 2 مهاجمين من العيار التقيل، بس أنا أتمنى إن سيف إن أوزوريو يعرف يشغل ويوظف ناصر منسي وسيف الجزيري، الاثنين هايلين. يعني الواحد اي حد يتمنى، اي مدرب في الدوري المصري يتمنى يكون عنده واحد زي ناصر منسي وعنده واحد زي سيف الجزيري.